سمح أنور ليست فقط تلك الممثلة المثيرة للجدل أخيراً بآرائها السياسية، هي أيضاً تلك الفنانة التي انتقلت بين فنون المسرح والسينما واللغات، تنتقل بين الأشياء. هي عندما تتكلم فناً كالقمر المضيء في سماء صافية في ليل جميل، وعندما تتكلم في السياسة تتلبد تلك السماء، هي لا تخشى زخات المطر ورعود السياسة. تحدثت ودفعت الثمن عندما تحدثت، اعتذرت لا تخاف الاعتذار. سمح أنور تحدث عنها الناس في أدوار أحببناها، سأتحدث معها وعنها في تفاصيل أخرى فيما نحب، لأننا نبحث عن الأجمل فيما في الإنسان. السلام على مشاهدينا في العالم العربي أينما كنتم، سننتقل إلى القاهرة بجمال فنها وتفاصيل سمح أنور هذا المساء. سمح، أنا لا أحب أن أعود إلى تلك البدايات والدور الذي أو النبي كفاية. إيه الدور اللي بتحبيه ولونك المفضل وأين ترعرعت سيدتي والحاجات دي؟ أنا عارفة الحاجات دي بورنج حتى للي بيتفرج. سمح، أنت اخترتي أن تكوني مختلفة في كل شيء يعني، وحفظتي على هذا الاختلاف. أنا اخترت أكون نفسي، ما أعرفش ده مختلف ولا لأ، بس أكيد ما ربنا خلقنا مختلفين، فأكيد لو كل واحد فينا أنا أكون نفسي حبيت. صحيح. يعني انت سخت الموبيلات الموتوسيكل عندكم والناس بتزقف لك؟ ايوه من المدرسه. ابويا وامي كان عندنا مشكله، المدرسه بتاعتي ليسي باب اللوق كانت يعني بينها وبين بيتنا، احنا ساكنين في وسط البلد فما كانش في مسافه طويله ولا حاجه، بس الاوتوبيس بتاع المدرسه كان بياخدني نطلع 2:15 اوصل الساعه 4:30 عشان بيلف في مصر كلها وبيخليني انا اخر واحد، فاتضايقت ايامها واشتكيت وكده. هل ساهم ذلك في اختلافك شوي هذا الفاصل مثلا؟ ابدا ابدا، انا تربيت اصلا يعني اللي خلاني شجعني اكون نفسي ابويا وامي، لان هم كانوا دايما مربيني. انا ليا اخ شقيقي اللي هو اشرف، ما كانش في بيننا فرق، مش عشان هو ولد وانت بنت والحاجات دي، كان في حاجات اخلاقيا معروفه. لكنك كنت يعني تبقين اكثر بالبيت وكنت تغتنمين الفرصه للقراءه. انت في السادسه ابتدائي انهيت كتب جورج زيدان. مظبوط، مجموعه كامله. تحديا لاستاذ اللغه العربيه. ايوه، مش تحدي، هو يعني هو كان راجل حببني في اللغه العربيه بجد. يعني حسيت انه التفوق هيبقى له لازمه في المدرسه. تعشقين القراءه جدا جدا. انت حتى عندما انقطع عنك الفن بسبب الحادث والتفاصيل الاخرى والناس وظلم الحياه والسياسه والمتغيرات، عدت الى بيتك وعدت الى الدراسه وانتقلت الى فن اخر او جديد، طباخه وماهره شيف. حتى مرة اتدخل أحسن شيفان مصر وقال لك سألتي مناسبة شيف شربيني شيف الشربيني لا كان هزار. لا طبعا، بس أنا أصلا عندي الطبع ده، أنا ما بحبش أبدا، يعني أنا بحب أتعلم دايما حاجة تانية، يعني ما بحبش أبقى مكتفية بهذا القدر، يعني بحب أعرف دايما كل يوم حاجة جديدة بجد علي، ولما بنوي حاجة بنوي أي شغلانة بحب اذاكرها واتخرج منها وبعدين اشتغل، يعني بحبش اروح اشتغل وبعدين اشوف هنعمل ايه بقى. وفتحتي بيتك مطبخ دليفري كيترينج تي بارل تري بيان فرونسي، لعبتي دور التمثيل في الحقيقه يعني تتحدثين كانك امراه فرنسيه مصريه. كنت عامله نفسي سوزان وست فرنسويه عايشه في مصر وعامله كيترينج سيرفيس وهي اللي بتاخد الاوردر وفعلا اصلا انا كنت بعمل كل حاجه، كنت لوحدي يعني ما كانش عندي حد. وان مان شو، وان وومن شو. وبالظبط كده، وما حدش كان عارف ان دي سماح. ات واز فن، كان حلو جدا، يعني كانت مرحله فيها مغامره وفيها تحدي وفيها واعتمدت فيها إصرار. على نفسك كالعاده، ما هو اصل لازم الواحد يعتمد على نفسه، هيعتمد على مين طيب؟ ما لازم لازم، دي ده الطبيعي. امي علمتني انه لا اجمل من امراه حره. لا طبعا طبعا، او رجل حر، او رجل حر، لانه ما فيش الحريه دي اصلا، يعني عارف ايام الثوره حتى لما كانوا بيقفوا في الميادين يقولوا
في تونس وفي مصر وفي كل حتة كانوا يقولوا إيه عايزين الحرية عيش حرية عدالة اجتماعية كويس. فأنا كنت بستغرب من المطلب لأنه الحرية دي إحنا بنتولد بيها يا جماعة محدش يعرف ياخدها مننا خالص. يعني قد أختلف معك في من بلد إلى آخر الأنظمة تسلب بعض الحريات والكثير من الحريات. هناك بلدان يسمح لا توجد فيها مسارح ولا سينما ولا لا تفتح فمك إلا عند طبيب الأسنان. ما هو العيب مش في الحكومات. أنا طول يعني عمري أنت تقولين أن الشعوب تستحق على الشعوب. طبعا لأنه أنت معارضة للشعوب. لأن الشعوب اللي بتعمل الحضارة مش الحكومات على فكرة. فاللي بيعمل الحضارة ده إنسان واحد متفرد مش ناس بتلم بعض ويروحوا ياخدوا حاجة من حد عشان هم يعرفوا يعملوا. لا مفيش كده. قلت لكم أنها عندما تتحدث خارج الفن وتدخل إلى شواطئ السياسة تتلبد السماء. سأخرج في هذا الفاصل مع صاحبة الضحكة الجميلة سماح أنوار. هنشوف من مين اللي حيجري. خلاص مات عمو مات ذنبه في رقبتي. عمي مات لسه عايش ايه اللي حصل بقى؟ معقوله القطه الجميله الحلوه دي معقوله بنتي شفت الدلع ده كله معقوله تبقى مجنونه؟ كلمه بكلمه منكم وقعت الضحيه البريئه ونظره في نظره ضاعت المحفظه المليئه. بس الحقيقه اللي مش عايزه اثبات ان الجنه تحت اقدام الامهات. نزلتونا منها بتفاحه. فضلك والله هي المسافه ما بين مصر وامريكا قد ايه؟ اكلوا ثانيه واحده. لا شكرا. سماحي يقال في الحوارات التي شاهدتها لك أنك معروفة في دور المستر جيلا أنا سأختلف قليلا ووفقيني أو لا أو صلح لي يعني ما عنديش مشكلة. نحن رأيناك في أدوار مختلفة. نعم كان هناك دور معين البنت الأكشن والمودرن وبعض الأكشن اللي ضحك وأنا فرحان اللي عملت أنت إسعاد فضحتني. لكن في المسرح أنت ظهرتي في أدوار أخرى مختلفة. في المسلسلات ظهرتي أيوه. في البنت البدوية في المسرح لعبتي الراقصة. يعني لماذا تقبلين أن تصنفين الفنانة التي تمثل الأكشن والمسترجلة والتفاصيل؟ أنا لا أوافق هذا التصنيف. أنا الحقيقة التصنيف ده مش أنا اللي تدخلت فيه أو عملته ولا قبلته ولا رفضته لأنه ما يخصنيش. يعني ده ناس بتقوله لا يمثل حقيقة سماح أنور. عادة بيكلموني أنا عنه لكن الإعلاميين كأنهم يسألوك كأنه فقط يحطوك في هذا القالب. بالضبط بالضبط. لكن أنت لعبتي دور الراقصة دور البدوية معك حق بنت العيلة بنت الشارع سرعة التعبير. لا بالعكس بالعكس يعني كانت نوعين من الأدوار طبعا. أمال إيه المثقفة؟ المثقفة لا فعلا معك حق والله. أنا بشكرك جدا على يعني المجاملة الجميلة دي أو الـ أو 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 الكلام الحقيقي اللي أنا بقوله كتير وما يعني سمحت. لن أقول أنها مجاملة سأقول أنها قراءة في السينما. هي قراءة في أعمال سماح الفنية في السينما في المسرح في كل. أنت يعني لا يمكن تصنيفك في دور واحد فقط. أنا بشوف كده. بس طبعا كل واحد من وجهة نظره ممكن يقيمك زي ما هو عايز يعني ده يحترم. بس ما بفرضوش على نفسي يعني أرجو على بعد هذا الحوار أي. أنه لا تقبلي هذا التصنيف في أي حوار قادم. انا بقبلوش بس ما بقدرش ما احترموش لان اللي بيقوله حد تاني غيري فما اقدرش اسخفه يعني. ساخرج في هذا الفاصل الذي نرى فيه ادوار مختلفه لسماح. اصل انت تفكر انت فكرت تتجوز عليا هو ده اللي جرحني بقى. ليه يا سمير؟ بقيت بلف في الشوارع مش قادر ارجع. طب يا ستي يا ريت يا ريت انا جبت 50%
يا لهوي يا لهوي لو محمد عرف. امال يعني بلعبك طول السنه فاكره نفسك هتجيبي كام؟ ده كويس قوي انك نجحتي. انا هعيد السنه واجيب مجموع كليه الطب. وش الملايكه يا قلب الوحوش، اخاف لو جملته يوم ما عرفوش. يا وش الملايكة يا قلب الوحوش. قلتي أنت أن النجاح إذن ليس له تحديد معين. مش أنك صرت حديث جداً الناس. نسبي جدا يعني. انا ممكن ابقى حاسه يعني بنجاح فظيع. يعني انور بعد كل هالخطوات اللي مشيتيهم والنجاحات والتالقات ودخولك كنجمه نجمه كبيره من نجمه السينما العربيه، تعتبرين انه انا محظوظه جدا؟ بس انا لسه ما عملتش حاجه. انا عندي حاجات انا عارفه انها يعني لسه لازم تتعمل. هل هي خبره ذلك التوقف الإجباري؟ أنت قلتي عن ذلك التوقف سكنت إلى نفسي. أي عدت إلى سموحة اللي التي تركتها من أيام المدرسة. فعلا فعلا. هل كان الوجع مضاعف في سماحة في المرض، إلى جانب أوجاع المرض، أنه الناس بيبعدوا شوي 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 يخفت الضوء؟ أبدا. أصل بص، أنا بالنسبة لي عمري يعني أنا طول عمري كنت بحب التمثيل. يعني أنا كنت عارفة أن أنا ممثلة من قبل ما أمثل. ما كنتش نفسي أكون ممثلة. ما كنتش مثلا أتفرج على فيلم وأقف كنت بتعامل على هذا الأساس من يوم ما وعيت على الدنيا. ما عرفش ليه. It's a knowledge كده. أمك وباباك؟ لا، معرفة. عندي معرفة. يعني أبوي وأمي ما رضيوش أن أنا أمثل أبدا إلا بعد ما أخلص الجامعة. والحكايه بتاعت فيلم بيت القصرات دي هي اللي فرقت يعني. انما غير كده لا، انا عارفه من جوايا انه انا ما اتخلقتش، انا مش موجوده هنا الا عشان انا ممثله خلاص. فكنت عارفه الحكايه. وعي يعني وعي في حاجات كده. انت عارف يا عماد، بتجيلنا فعلا في حياتنا. انا يعني ازعم يعني انه حكايه التمثيل دي وحكايه ان انا همشي تاني بعد الحادثه اللي حصلت لي، في حاجات كده الواحد بيبقى عنده نوليدج كده، يعني عنده معرفه ومعرفه. مش انت متوقع، يقين. انت عارف، تاكد، انت عارف. يعني دي معلومه، مش تمني، مش امل، مش رجاء. لا، دي معلومه. انت عارف خلاص ده حصل. وانت تحاربين ذلك الشلل اللي وضع امامك. عشت في امريكا، جنيف، النمسا، سويسرا، النمسا. عودي إلى تجربة أمريكا. كنت تحاربين لكن بيقين أنه سماح قد تقطع الساق لكنني سأمشي. أنا كنت متأكدة، ما عرفش لي يعني. واعتمدت على نفسك كل الكونسولتوز. ما كنتش أصلا، أنا ما بطيقش أصعب على حد. دي يعني بجد الموت عندي اهون من حكايه ان انا حد يقول يا حرام او يا عيني او بتاع او لا 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 خليك مرتاح انا هجيبها لك والحاجات دي. لا، ما بحبش كده خالص. وكان لديك اليقين. كنت عارفه كويس قوي. انا عملت حوالي 22 عمليه هنا في مصر قبل ما اسافر، بمعدل عمليتين او ثلاث عمليات كل يوم، كان حسب يعني. كنت بطلع يعني اوضه العمليات يوميا. بمضي اقرار البتر قبل ما اخد البنج الماسك علشان احتمال، لانه كانوا خايفين من الانفكشن، فكان احتمال يعني احنا تحت رحمه انه يحصل بتر في اي لحظه. صح. فدي هاف تو هاف ا كونسنت. فكنت بمضي الكونسنت. ففي الاول كنت بخاف جدا. يعني في اول شهر مثلا من الحكايه انا كنت يعني الترولي بتاع العمليات ده معدن كده. كان بيترجع الارض من رعشاتي بعد العمليه التاسعه العاشره. من رعشاتي انا اعدلهم بقى كده، اللي هو يلا يا ابني فين الاقرار. حاجه يعني فجاه انت بتتحول، انت بتبقى حاجه. وفي حدث ثاني سمحوا، انت بتمثل في رجعت بعد الحدث الكبير، في حدث ثاني صح؟ بتاع مسلسل الهام. صح. اللي هي العربيه المطارده. ما خفتيش انه يعني ما صدقت لما رجلي اتكسرت تاني؟ ما انا عارف. بس بالحمد لله مش الرجل اللي كان فيها مشكله، الثانيه اختها. فيعني خدنا ست شهور. ما زلت رياضيه سماح؟ بس للاسف اي حاجه تحميل على رجليا قوي، يعني زي مثلا العب كوره، العب تنس، حاجه كده لا. لكن سباحة. اوكي. فروسيه اوكي كده. انت تحدثتي كثيرا في هذا الموضوع. ما يعجبني انك تحافظين على
نبرة الأمل عندما تواجه مرض وصعيب صعب وأنت فنان أو مشهور قد تفقد جزءا منك، لكن عليك أن تتمسك أنه غدوة غدا سيكون أفضل، لم تنتهي الحياة بعد، فالنجاح له تفاصيل أخرى. أخرج هذا الفاصل لأعود إلى سماع. زنبل بحبك. ها؟ بحبك. هذه مؤامرة علي، انت وبنت خالك بتسرسبوني في الكلام. لا أنا لا حارتك ولا ريدك. بعد ما نطقتيها بلسانك وشفتها في دموعك لسه هتقاوحي. انت مخادع غشاش، لو كنت سألتني كنت قلت. سماح، أصدقائك من الوسط الفني، سأبدأ ببعض التصنيفات اللي هم الأصدقاء المقربين جدا والأصدقاء اللي تحب العمل معهم. عندما أقول يحيى الفخراني، سمير غانم، سمير صبري ومحمد صبح، الأربعة هذول أصحابي، يعني مش أصحابي يعني الأنتيم ولا حاجة، يعني متقابلش على طول ولا حاجة، إنما مثلا يمكن أقربهم لقلبي فعلا سمير غانم، بحبه جدا. سمير صبري طبعا يعني ده صديق لعيلتي من قبلي بكتير، فيعني ده من أهلي. صح. مين كمان؟ لا محمد صبحي. صبحي ده حبيبي، بس صبحي لأنه مشاغله كتير وأنا مشاغلي كتير، ففعلا إحنا مسألش على بعض إلا كل فين وفين، بس كأننا لسه قافلين أو متقابلين. يعني كيف كان العمل معه مثلا في وسيم؟ يجنن. لا الشغل مع صبحي يجنن، أنا بحب الشغل مع صبحي، لأنه صبحي الاوردر الوحيد اللي انت تروحه عارف هتروح الساعة كام وهتمشي الساعة كام وهتعمل ايه. اي اوردر تاني سامحني محدش يقدر يأكد لي الثلاث معلومات دول. والدكتور يحيى الفخراني؟ دكتور يحيى طبعا، انا عملت معاه يعني راقصة واشتغلنا قبل كده كمان مسرحية اسمها حضرة السلة العيال، دي كانت اول حاجة عملها. فيلم تلفزيوني اسمه دعوة للزواج، كان هو ومليحة كامل وانا ونعيمة وصفي. يعني ما الذي يميز العمل مع الدكتور يحيى؟ الهدوء. اشتغلنا زيزينيا كمان. الهدوء، يعني يحيى ممثل هادي جدا وشخص هادي جدا في الاستوديو، ما تحسش بيه خالص، لان هو فعلا بيبقى في عالم الحكايه بتاعته الشغل يعني، فبيعدي الناس كلها، فبيبقى اللوكيشن هادي والدنيا هاديه وكلنا حافظين وكلنا صح وكلنا بتاع، يعني هو بيعدي الناس بشكل بوزيتيف، بشكل بوزيتيف حقيقي يعني. فالاستوديو بيبقى الناس عايزه تشتغل مش جايه تشتغل، يعني فاهم الفرق؟ حبيت. سماح، انت قارئه جيده، تفهمين في الاخراج، اخرجتي كليب لنجوى كرم ومحاولات اخرى صغيره، انت تفهمين في الانتاج، وحتى عندما انتجت لك صديقتك أو مثلت في إنتاج لصديقة من أقرب صديقاتك إلهام شاهين، والتي كانت ضيفة عنا، وحتى تم إخراجك من العمل وكل شيء، أنت قلت لا أنا مش هعمل مع إلهام في الإنتاج، لكن أنا سأنتج لإلهام. يعني لا هو مش قرار يعني، بس هو كان إجابة على سؤال، يعني إنه هل هتشتغلي مع إلهام تاني في إنتاج إلهام تاني؟ الصداقة ما زالت. فهطب دي أختي. لا لا الشغل حاجة، الشغل ده أصله خمس دقايق من حياة الواحد، إنما العلاقات الإنسانية هي الحكاية كلها. فإلهام دي عشرة عمر، ده احنا يعني أصحاب فوق العشر سنين يعني، كيف فلا فيلم إيه؟ فيلم إيه؟ ولا مئة فيلم ولا مليون فيلم ولا مليون حاجة. أعود إلى أنك أنت ممثلة، أنت دخلت الإخراج، درست الإخراج لما كنت برضو في الستيتس في هوليوود فيلم انستيتيوت، الإخراج والإنتاج السينمائي مع المرض. ما أصلا ما أعرفش حتى وأنا مريضة وما بتحركش، ما أعرفش أقعد فاضية، لازم أبقى بعمل حاجة. هل سنرى سماح مخرجة لفيلم سينمائي؟ لا، كنت هخرج فيلم للأسف الشديد جدا ما تمش، كان إنتاج نجلاء فتحي الفنانة العظيمة طبعا، وكان عمر الشريف وفؤاد المهندس وسناء جميل، كان قصة عاطف بشاي وكان إخراجي أنا وإنتاج نجلاء فتحي، وحضرناه وكنا داخلين نصور وبتاع، بس حصل الخلاف بين الأستاذ عمر والأستاذة نجلاء قبل التصوير بليلة، وكانت يوم عيد ميلادي، يعني كان عازمني في عيد ميلادي انا ونجلة والحبيب يعني الله يرحمه يعني وكده،
عشان خلاص بقى داخلين يوم السبت نصور الفيلم، كان يوم الخميس. فحصل مشكله فاعتذر ووقف الفيلم. وهل مات الحلم ان نرى سماح في لا في الاخراج؟ اه لا بس مش يعني ما اعتقدش يعني. بص المخرج بتهيألي المخرج الفنان يعني اللي هو مش بيشتغل مخرج وخلاص، الفنان اللي عايز يخرج لازم يعمل العمل اللي هو نفسه يتفرج عليه. وهل يعني لا طبعا الحلم قائم وموجود بس باشكال تانية خالص، يعني مش بالشكل اللي هو البروفيشنال السينمائي البتاع، لا يعني باشكال اكثر تجددا يعني. في فاصل اريد ان اقول انه انت ايضا في كذا حوار تحدثتي عن وفاة الماما وبعدها باسبوع الوالد. مظبوط. ورحل عن سماح انور اصدقائه. اه اللي ليا فعلا يعني اهم اتنين في حياتي، انا ما كنتش عارفه الحكايه دي. لو اعرف كنت عملت حساب. انما لا ما كنتش عارفه الحكايه دي. انا اكتشفت ان انا فعلا ما عنديش اصحاب وما عنديش ناس نقعد نبرين ستورم شغل ونفكر في احلام ومشروعات وبتاع غير ابويا. سماع علمت من بعض الاصدقاء المشتركين واعتذر على المقاطعه انك رومانسيه جدا. تفاجات ليه؟ لماذا تعطي لا تعطين هذه الصوره؟ عشان الرومانسيه دي حاجه خاصه جدا، الانوثه والرومانسيه والدين دي حاجات خاصه جدا ما تطلعش. الانوثه والرومانسيه والدين حاجات ما تطلعش خاصه جدا ما تطلعش الا لصاحبها بس. مش همشي رطرطها كده لا يا رومانسي بتاعت اي حد. وايه طب ايه الشيء المختلف في حياتك او الكائن المختلف في حياتك اللي انت فعلا بتكون نفسك بجد بقى معاه؟ ايه الفرق بينه وبين اي حد معدي في الشارع؟ انا همشي ادلدق كده انوثه يعني ليه؟ دي حاجه خاصه جدا وحاله. اصل الانوثه كمان حاله يعني، ما فيش ست انا على كده على طول، ما فيش يا جماعه. دي لما بتبقى قاعده مع اللي بتحبه بتفكر وبيبقى مود يعني. ممكن تلاقي واحده ست بتحب او بنت بتحب ولد جدا. قلتي ان الحب قرار. اه يعني هو حاله، حاله لا نختار الشخص لكن نختار الحاله او نفتح باب. لا احنا بنبقى في الحاله فبنقرر نختار شخص. وقلت ان المراه هي التي تقرر طبعا من يحب. طبعا ده في كل الكائنات مش بس في البشر. قلت ان اصدقائي اكثر من الرجال لان المراه معقده اكثر. كائن معقد. كائن معقد. معقد ومش وما يعني. وان الرجل نيته كائن سهل، نيته مش سليمه. مين؟ الست مش الراجل. انا كنت اما اقول كده يقولوا لي انت بتقول كده، اقول لهم عشان انا ست فانا عارفه انا بقول ايه. الراجل كائن بسيط يعني، الراجل لما يقول حاجه صدقيها لانه الراجل بيقول اللي هو عايزه وخلاص. بس في ناس بتكذب. ايوه بس مش على طول يعني. الراجل كائن بسيط جدا يعني لو عايز منه. ما الذي يجعل من المراه كائن معقد؟ الظروف، المجتمع؟ لا هي طبيعتها كده، طبيعتها كده، ربنا خلقها عندها لايرز كتير قوي قوي، مش كائن بسيط فعلا. ويمكن عشان كده بقت هي اللي بتخلف وتربي وتحمل وتولد وكده، لانه هي عندها فعلا قدرات كتير جدا ومنها بتساعدها على انها تكون الشخصيه الكومبليت. اصل الشخصيه المعقده او الكائن المعقد مش معناها سلبي، معناها انه عنده لايرز كتيره. انما الزمن اختلف فبقت الست عامله زي الراجل، ان هي مطالبه انها تنزل تبقى راجل طول النهار وتروح تبقى ست طول الليل. الراجل ما عندوش الفصام ده. الراجل بينزل يبقى راجل ويروح يبقى راجل بره. أنت تجدين الاعتذار مثلا عندما تحدثتي عن ذلك الموقف في التلفزيون الوطني المصري أيام الثورة، الثورة في يناير جانفي، اعتذرت في قناة العربية، اعتذرت في اعتذرت عن التعبير عن طريقتي في إبداء رأيي.
لانها كانت طريقه فعلا مش ملائمه وما يصحش انها تتقال بالطريقه دي. جميل ان نعتذر. اه طبعا ضروري. لكن لماذا لا نقبل الاعتذارات؟ لماذا هناك جزء فينا لا يقبل الاعتذار؟ ده عدم نضوج ووهم الكنترول ووهم التملك، وده عند الناس كلها للاسف. انه محدش عارف انه انت تقدر تغير اي حاجه في المحيط اللي انت جواه ده، انما اي حاجه براك. والنبي لما تعمل ايه يعني، لو اي حد عايز يفكر فيك اي فكره مش هتقدر تمنعه، وممكن لما يشوفك يقول لك كلام حلو قوي ويبتسم في وشك واخدك بالحضن، لكن ده لا يمنع قلبه وعقله من انه يبقى مش طايقك وكرهك يعني. فكل واحد حر، فعشان كده بما ان كل واحد حر يقدر يفكر او يقول او يحس باللي هو عايزه، فما يصحش ان حد يتوقع اللي هو عايزه بقى من الناس، لا ياخد الناس زي ما هم بقى. قلت في موضوع سيثير أيضا الكثير من النقاش والحبر، أنه أفضل رؤساء مصر، أفضل من حكموا مصر أنور السادات. عادة نحن متعودين أنه جزء كبير من المصريين عبد الناصر. أنت وقفت وقلت لا، أفضل من حكم مصر هو أنور السادات. ده رأيي. ليش؟ لماذا؟ لأنه أنا يعني واخدها بشكل بسيط جدا، لأن أنا مش متبحرة أو في السياسة، يعني مش هدعي أن أنا يعني فاهمة أصلا وفاكر سنة إيه ومعاهدة إيه، ماليش أنا في السكة دي. إنما أقدر أقولك ببساطة أنه إحنا تهزمنا في 67 في عهد عبد الناصر، مش نكسة؟ أيوة، يعني النكسة أقل من الهزيمة. لا، هزيمة أنت بتعتبرها؟ لا، النكسة أنيل يعني من الهزيمة، يعني دي كسرت المصريين كله. نحن يعني نفهم ان يعني نكسة هي اقل شوي من الهزيمه. يمكن يعني. بس انا بتكلم على اللي حصل فعلا حقيقه. لا، نكسة الحقيقه ان نكسة 67 هي الجرح الغائر جدا اللي كان في قلوب كل المصريين. هل كان على عبد الناصر ان يرحل في 67؟ الله اعلم. انا كان عندي 5 سنين في 67 دي، فما اقدرش افتي قوي برضو، انما اكيد هو عمل حاجات كتير جدا نفعت المصريين ونفعت البلد، ده اكيد. لكن في ترتيبك لرؤساء مصر حطيتيه في اخر المراتب. ايوه، اصلا ضد اي ثوره انت في اي حته في العالم. ما تحبيش الثورات؟ لا، لان الثورات بتتعمل علشان تنزل البلد اللي بتتعمل فيها الثوره من هنا لهنا، او دايماً. هكذا انت ترين. البعض يرى انه الثوره هي تنقل مجتمع من حاله، مثلا الولايات المتحده الامريكيه عندما ثارت امريكا الولايه 13 ثاروا على انجلترا، فأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية. ثرنا على العبودية مثلا، ثرنا على في تاريخ البشرية، ثرنا على أمور كثيرة سيئة يا سماح. أنا موافقة، ليست كل الثورات سيئة. أنا بتكلم عن رأيي أنا، ما وأنا أحترم. أنا أقصد أختلف معك. أنا موافقة. أنا أقصد أنه أنا رأيي مش صحيح. أنا ما بقولش أن رأيي هو الصحيح، أنا بقول أن أنا بفضل أقول كده، أفكر بالطريقة دي. ممكن تبقى غلط، نو بروبلم خالص، بس انا هل توافقين انه بعض الثورات يعني غيرت تغيير احلام؟ الثوره الفرنسيه مثلا، نشوف مستوى الحريات والافكار والكتب. ما انا بقول لحضرتك، انا بالنسبه لي يعني في ناس بتعشق عبد الناصر لحد النهارده، وفي ناس ما بتطقوش برضه، وفي ناس بتعشق، وفي ناس ما بتطق يعني. لا نسمع هذا الحديث الحكايه يعني بعد فيلم، اعتقد انه فيلم احمد زكي السادات، ايام السادات، فتح الباب شوي انه هناك فنانين في مصر، هناك كتاب في مصر، هناك مثقفين في مصر يحبون السادات. ما طبعا هو السادات ايه عيبه؟ انا عايزه يعني هو السادات التطبيع. عيب التطبيع. طب وجنب التطبيع يعني التطبيع ده اتعمل ليه؟ يعني هو كان يقدر يعني ما يعملوش وعمله تفتكر؟ لا، انا عندنا حاجه اسمها سينا، الارض بتاعتنا عايزين ناخدها، والراجل ده حارب في ظروف ما ينفعش حد يحارب فيها ولا بالطريق. وطبعا يعني مش انا اللي هتكلم النهارده عن 6 اكتوبر حصل فيها ايه وما بعدها. يعني تعتبرونها انتصار للسادات وليس لعبد الناصر الذي مات؟ انا ينسى ذلك الانتصار لعبد الناصر. هم حرين، بس انا ليا الحقيقه. الحقيقه اللي قدام عيني ان اللي انتصر وخد القرار كان انور السادات مش جمال عبد الناصر. قلت في مقدمتي وانا اتحدث اليها انها قمر ساطع عندما تتحدث في السينما، تحول السماء إلى غيوم متلبدة عندما تتحدث في السياسة. سماح أنور مثيرة للجدل.
نخرج بعد الفاصل. أبويا يهودي، أمي يهودية، أجدادي كلهم يهود، وما فيش أي دم غريب دخل لعيبي، ورغم ذلك عقلي بيرفض المنطق اللي انتوا كلكم عايشين بيه هنا في إسرائيل. منطق؟ أنا ضد الصهيونية. في ناس كتير قوي في إسرائيل مش مقتنعين بالصهيونية، لكن مقتنعين بأن الأرض دي هي اللي وعدنا بيها الرب. ما أنا كمان ضد العنصرية دي. أوكي، يبقى اتفقنا. اتفقنا إزاي؟ أنا على ما سمعت إنك مقضي كل حياتك بتحارب عشان تقيم دولة عنصرية. حنا كلمة إسرائيل في حد ذاتها عنصرية، وحكاية الأرض اللي وعدنا بيها الرب دي امتياز يساوي العنصرية. هتلر كان بيقول نفس الكلام دايما، ولا نسيت؟ قلنا في مكان آخر من الحوار لسماح أنه تظلمين كثيرا عندما يقال لك وتقبلين، المصيبة أنك تقبلين أنه سماح معروفة فقط في دور معين أو شكل معين. أدوارك مختلفة، أنت لعبت الأميرة ولعبت بنت العيلة وبنت الشارع ولعبت مسرح وسينما. حدثيني عن هذه الأدوار خارج ما يعرف عن سماح أنور. لا، هي أدوار كتير يعني. أنا عملت مسلسل مثلا اسمه الحساب، كان شخصية بعيدة خالص عن الأكشن. جنينة الأسماك مع يوسف نصر الله. لا، جنينة الأسماك ده قصة. ده كان مشهد في الفيلم، هو كان عامل كاميو في الفيلم كله، كان كل سيكونس مشهد أو مشهدين بيجي يعملوا حد يعني مش ما بيعملوش أدوار صغيرة يعني. فكانت جميلة ياتب، وكان أحمد الفيشاوي، وكان يعني كان كاست كبير جدا جدا، وأنا طبعا كان ليا الشرف أن أنا أكون منهم يعني. والمشهد عجبني جدا، لأنه لما قريته حسيت أنه المشهد ده فيلم لوحده بجد، لأنه هو بيتكلم عن دي ست مسيحية، وحصل بقى الإرهاب المتأسلم ده واضطهاد للمسيحية والحاجات دي، والست خايفة، ولادها كبروا وسافروا وهي عايشة لوحدها وجوزها مات، وخايفة، هي مسيحية وخايفة ومش عايزة تبين انها خايفة من الارهاب المتأسلم، وبتقول ان جيراني بيحبوني والناس هنا حلوة وهي خايفة موت مرعوبة وعايزة تسافر، بس بتقول انها مش هتسافر ولا تسيب البلد ولا طب وايه يعني لو الناس دول اتحكموا فينا فعلا هيعملوا ايه؟ يعني فعلا هيحجبوني؟ طب ويعني مش هتفرق كتير؟ لا 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 لا، انا حاسه فعلا ان انا الناس اللي في الحي معايا بيعزوني بيحبوني جدا جدا. لا انا مش خايف، انا حاسه بامان طبعا. فالمشهد بيقول الست دي بتقول حاجه غير الواقع، عكس بالظبط اللي هي أصدقائي. اليس ما نعيشه اليوم بعد الانتقالات والثورات والهزات؟ لا، انت مثلا انت ضد الثورات، انا مع الثورات. طبعا انا اقول انه الثورات سرقت، لكن مع الثورات. اوكي، ونحن اصدقاء. طبعا، ما هو اصل الاراء ملهاش دعوه بالبني ادمين يعني، ده جزء من عقلك او من تفكيرك، ده مش كل حاجه عنك يعني. فان انا يعني اختزلك في رايي سياسي واقيمك وارفضك او اقبلك على ذلك كل بقى، لا صعب يعني. ساخرج من السياسه، اعود الى السينما. مثلا علاقتك باحمد زكي هذا الجميل، الله يرحمه. الله يرحمه. امراه واحده لا تكفي، والليله الموعوده. أدوار لا تصنف ضمن سماح أنور الأكشن ودور جميل وبطولة يعني. أيوة صحيح. العمل مع أحمد زكي ده الجنة. الجنة. أحلى جواب. دي الجنة. دي الجنة. جنة جنة حقيقية. ليش؟ لأنه أنت مصدق تقعد في يعني، أنت بتحب المهنة دي علشان فيها إبداع وفيها خيال وفيها تجارب وفيها ما تيجي نجرب كذا، ما تيجي نأدي بالطريقة، ما تيجي ناخد المشهد من الناحية دي، ما تيجي وهكذا. مش من زوايا الكاميرا قد ما هي من زوايا الشخصيات بقى. فأحمد زكي كان
هو اللي يعني زي ما بيقولوا ايه، هو النقيب، هو اللي ابتدع الحكايه، هو اللي علم الفنان المصري في الجيل بتاعه يعني ازاي ان الواحد يعني يتقمص مش يمثل، يتقمص. وهو كان عنده الجمله دي شديده الحساسيه عنده، يعيد، لانه كان لما حد يقول مثلا انت بتقلد فكان يعني يصور ثوره عارمه، لانه يقول لك في فرق بين التقمص والتقليد. يعني انا دلوقتي لما بعمل السادات، انا بعمل السادات وهو في السرير بالبيجامه وبيلعب مع احفاده انتوا ما شفتوش ده، انتوا شفتوه هو بيخطب وشفتوه مش عارف ايه، لكن انا بقى بتصور هذا الرجل بكل الدراسه لشخصيته، الرجل ده مع زوجته عامل ازاي، مع الست اللي بيحبها، لما كان قاعد مع منى زكي على البحر وبيقول لها يا ريتني طير وانا اطير حواليك، السادات بيغني لها حلو، ما شفتوش تفصيل، فكان يقول انتوا ما شفتوش ده لكن انا وريته لكم. هل لمع احمد زكي صوره السادات؟ انت تحبين السادات، لكن بالنسبه لمن لا يحب سياسيا السادات. يعني لا بالعكس، يعني في ناس كتير كانت موضوعيه الحقيقه، يعني زي الله يرحمه الاستاذ نور الشريف مثلا، انه هو اشفق على احمد زكي من الفيلم لانه الجانب السياسي من السيره الذاتيه للسادات في ايام السادات يعني أدارت بأحمد زكي وكان بيشفق عليه يعني في الحتة دي. سأعود إلى سماح وأحمد زكي. في سنواته الأخيرة أنت اقتربت إليه في مرضه، كنت هناك مع الرائعة قبل مرضه رغدة، قبل مرضه رغدة دي ست عظيمة من الآخر كده. دي ست عظيمة، وأنا يعني إحنا كنا حتى بنتكلم أنا وإنت في ده، إنه أنا اشتغلت مع رغدة 1980 مسلسل أخو البنات، عمرنا ما كنا أصحاب. شفت مثلا أخو البنات أنت دور مختلف. أيوة لا، وبين قصرات وكله يعني أنا عملت 4 أفلام أكشن بس، أنا عاملة 36 فيلم وأربع مسرحيات ومش عارف كم مسلسل، يعني حوالي 20 مسلسل، فالثلاث أفلام دول هم اللي رسموا شكل. أنا أقول أنه ممكن هذه التصنيفات الإعلامية للمحاورين هي عدم إعداد، جايز استسهال، وجايز استسهال وقبولك أنت الخطأ جزء ممكن فيه منك. ممكن يا سماح، ممكن معك، تقبلين ذلك؟ أقبل ذلك. إيه؟ يعجبني اعتذاراتك. يعجبني هذه الضحكة مثلا. ربنا يخليك، هقول ايه بقى، عمال يدلعني يا جماعة. دبلتك اهي، الشبكة بتاعتك، ودي الجزمة اللي جبتها لي في عيد الأم لبستيها. اشمعنى يعني جايبانيها لك؟ عشان احن أيام زمان؟ لا، بس عشان أنا معرفش غيره، كمان مش عايز أعمل لك شوشرة في الشركة. يا سلام، قلت فيه كلاما شعرا، قلت فيه حبا. محمود عبد العزيز، يعني خلينا اول شيء عندما نقول محمود عبد العزيز في العالم العربي نذهب مباشرة الى 1 2 3 مثلا رأفة الهجان، وكنت هناك. ابو كرتونة، وكنت هناك. بيت القاصرات، بيت القاصرات، وكنت هناك. و العمل مع هذا ده كان عظيم، ده كان راجل عظيم، وكان بني آدم. أنا بص، أنا بحبه جدا وحفضل أحبه طول حياتي وطول عمري، لأنه أنا ما شفتش إنسان حلو قوي كده. طبعا هو ممثل ونجم وعظيم
ولن ولم يتكرر على عيني وراسي وده طبعا. لكن البني آدم ده بقى البني آدم نفسه الجدع الشربات الجميل الكريم المساعد ليك جدا اللي مش عايز منك حاجة بس عايزك تبقى فعلا تجنن وعميق وبسيط العمق من غير فزلكة ببساطة وفي كلمتين يعني ممكن نقعد نلغي وننظر كده ساعة فهو يروح قال جملة. كلمتين يموتك من الضحك ويعيشك من الفهم بقى. هل كان أكثر من يضحك سماح أنور في السينما؟ هل تعتبرينهم يعني بالنسبة لك ملك الكوميديا؟ طبعا ملك كل حاجة أكثر من أي اسم آخر؟ بالنسبة لنا أنا بعشقه بعشقه فعلا وككوميديان هو الوحيد اللي كان بيضحكني بجد يعني كجان برومي يعني بيعمل كوميدي لان هو كان دم وشربات اصلا لكن ابو كرتونة مثلا مثلا يا ماما والحاجات اللي كان بيعملها لا فظيع لا 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 لن يتكرر بجد في كل حاجه بقى والله صداقاتك في هذا المجال تبين ادوار سماح انور المختلفه تحدثت بحب كذلك عن شريف منير طبعا ده اخويا وعملنا مع بعض ذئاب الجبل وكنا كابل ذئاب الجبل كما اقول ذئاب الجبل كما تقولين حدثيني مسلسل مسلسل يعني اصبح كلاسيك يعني حاجه كلاسيك يعني سينيه بالظبط كده فده برضو من الأعمال اللي أنا بحبها جداً جداً وشريف وأحمد عبد العزيز وحمدي غيث يعني في ناس كده في العمل ده بالنسبة لي يعني أيام غالية خالص خالص علي في الفاصل خارج الكاميرات تحدثنا عن بعض الأعمال وعجبني حديثك عن شلة الشيوعيين أهلاً يا عمدة شلة الشيوعيين يعني كان الجلوس فقط للثقافة للنقاش للسياسة وانت لا تحبين السياسة أصلاً انا ماليش فيها وكل اصحابي عارفين الحكاية وانت بتعرفي تعملي اعداء في ارائك السياسية انا لان انا بقول اللي انا حساه وممكن ما بقاش عندي ريفرنس انا فاهمة يعني قارية ففاهمة انما انا بقول احساسي العاطفي تقرأين السياسة لا يعني السياسة انا بستقرئ لكن ما بقراش وبتابع لان مش شغلتي بجد انت لكي صداقات مثلا مع سيد القمني تتابعين سيد القمني استاذ صلاح السعداني طبعا ربنا يشفيه ويقوم بالسلامة يعني صديقك صلاح السعداني ناصري جدا جدا وفريدة الشباشي ومين كمان يعني وعمر عبد العزيز المخرج يعني احنا كنا شلة كده عكس عكاس كلهم لهم توجه يعني هم طبعا ادرى بيه لان هم بيعملوا ده من خلال دراسه وقناعه وثقافه وقراءه حقيقيه يعني انا بالنسبه لي لا اللي هو انا لخصتها كده يا جماعه النكسه في عبد الناصر والانتصار السادات يبقى السادات انا بحب كده يعني انا بالنسبه لي واخداها كده النكسه عبد الناصر والانتصار السادات ستلامين على ذلك اكيد أكيد ده قدرنا العربي بشكل عام إنه أي حد بيقول رأيه سيرجم يعني. سماح قطعتك كثيرا وأعتذر بالعكس بالعكس أنا بشكرك على مقاطعتي لأن أنا من الناس اللي لازم تقطعهم عشان ما يروحوش في داهية البعض من أسئلتي لم ينتهي بعلامات استفهام فكنت تتوقفين لم أسألك عن البدايات الحمد لله بص انا عايز اشكرك بقى جدا يا معلش اسمح لي بقى نتبادل الـ الـ الكراسي واسمح لي انا اقول للمشاهدين كلهم اللي اتفرجوا علينا النهارده انه انا بجد عندي عرفان فظيع جدا ليك علشان حاجتين اولا التقديمه اللي حضرتك قدمتها لي دي بجد وتستحقي يعني كتر خيرك ان ده رايك بس ده مش رايي وعلشان كده بشكرك جدا عليها بالعكس انا شايف انها اكبر من حجمي بكتير فبشكرك بجد دي نمره واحد نمره اتنين عايز اقوم اخدك بالحضن وابوسك عشان حكايه مسترجلة دي ان انت اللي مش موافق عليها وانك لفت نظري ان انا كمان كنت موافق عليها في وقت من الاوقات وما كانش صح ان انا موافق انا مش عارفه اقول لك ايه لانه عمر في حياتي ما حد عمل معايا ده في انترفيو غيرك فبشكرك جدا 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 على هذه القيمه اللي اضفتها لي النهارده بجد
هي كالقمر المضيء في سماوات جميلة، وهي كالرعد في سماء متلبدة عندما تتحدث في السياسة، لكنها سمح أنوار، جميلة من جميلات السينما العربية، انتقلت في أدوار عديدة بين الأميرة وبنت الشارع والثورية والمتمردة، وهي العاقلة جدا، تعرف أن تعتذر ولا تستحي أن تقول رأيها. إنها امرأة حرة بكل تفاصيل الحرية. سمح أنور قد تختلف أو تتفق معها، ولكنها فنانة بكل مقاييس الفن. السلام على مشاهدينا في العالم العربي أينما كنتم من القاهرة مرة أخرى. هذا عماد دبور يحييكم.